وللمزيد من المتابعة حول تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة إلى أهل قطاع غزة، تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة مروة فخري، المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة. دكتورة مروة، ما آخر التطورات والجهود الخاصة بالمؤسسة في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني؟ مساء الخير عليكم. طبعا مؤسسة حياة كريمة الحمد لله كنا لينا دور رائد وفعال في إغاثة أهلنا وتقديم يد المساعدة لأهلنا في غزة. إحنا مكملين المساعدات ومكملين دعم القضية الفلسطينية في صورة مساعدات عينية غذائية ومياه شرب ومستلزمات طبية وأدوية وملابس لأهلنا في غزة، لأن طبعا كلنا ملاحظين أن الوضع بيتردد مش بيتحسن. وبالتالي حياة كريمة يعني من منطلق دورها الفاعل في المجتمع، فإحنا هنفضل نكمل واجبنا تجاه القضية الفلسطينية في إدخال المساعدات لأهلنا. نعم دكتورة مروة، يعني الحالة الإنسانية المتردية، نقص للوقود، تهديد المستشفيات، الكثير من حالات الوفيات والإصابات داخل قطاع غزة، هل من المزيد من التنسيق مع المؤسسات الأهلية المختلفة في الداخل المصري لتزويد المساعدات أو ضمان استمراريتها في الدخول إلى القطاع؟ طبعا يعني حضرتك كلنا عارفين أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيقوم بدور واسع النطاق في هذا الـ يعني هذا المدخل، لان احنا عندنا يعني طبعا كل المؤسسات عايزه تساعد وكل المؤسسات عايزه تدي، بس بيتم طبعا التنسيق علشان نبقى دايما شايفين الـ يعني الاحتياج الحقيقي. بيتم التنسيق من خلال التحالف على الشاحنات اللي بتدخل يوميا من خلال جميع المؤسسات، علشان دايما نبقى عارفين ورصدين ايه هي المساعدات اللي فعلا بتوصل واللي دايما هم بيبقوا محتاجينها بصفه دوريه ونكثف منها، ويبقى دايما ضامنين استمراريه المساعده. نعم اشكرك جزيل الشكر الدكتوره مروه فخري، المديره التنفيذيه لمؤسسه حياه كريمه.